مساء الخير على مشاهدين تلفزيون النهار وحلقه جديده من وشوشه. ضيفي في حلقه النهارده فنان شاب بس قديم، سنه صغير بس عمل اعمال كبيره قوي مع اسامي كبيره قوي. ضيف حلقه النهارده الفنان محمد نجاتي. وحشتني يا ابني على الطريق. مش كانت أرض الله واسعة لما شيخكم سلامة طردني من هنا؟ لما الكبارات يتكلموا انت تسكت. كبرت وتغيرت. احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. تبقى تحكي لعيالها بطولات عزيز الطير. انا خلاص ما بقتش عايز حاجة من الدنيا دي. فنان محمد نجاتي، برحب بيك في وشوشه. انا برحب بيك يا احمد، منور الدنيا كلها. نجاح مروان وقيد عائلي ولسه المسلسل خلصان بقاله ايام، كنت متوقع النجاح ده لما تعرض عليك المسلسل؟ بصراحه اه. ليه بقى؟ في عوامل كده لما تكون موجوده في اي عمل فني بتبقى عارف ان في نسبه نجاح كده موجوده، بس طبعا النجاح اللي حصل كان اكبر من المتوقع. وجود شركه زي فنون مصر بتضمن لك نسبة كبيرة جدا من النجاح، لأن هي شركة بتهتم جدا بالتفاصيل، بتهتم جدا بشكل العمل، باختيار الممثلين. تامر حمزة مخرج طبعا شاطر جدا، متمكن جدا من أدواته، بيتعامل مع الممثل بشكل بيخليه يطلع كل اللي بيشتغل مع تامر حمزة بيطلع يتكلم عليه كتير. دي حقيقة، يعني أنا كمان يعني بشوف تامر، يعني أنا اشتغلت مع مخرجين كبار طبعا. كان حظي كويس، يعني لما بلاقي مخرج جديد عنده أدوات المخرج القديم المحنك الواحد بيفرح، لأنه بيبقى حاسس إن هو في إيد أمينة. ما بيقولكش تعمل إيه، بس بيديك مساحة للإبداع، وبيدخل بس كده يقولك تفاصيل صغيرة، فده بيريح الممثل جدا. تامر حمزة فاهم كويس جدا دراما، فاهم كويس جدا نفسية الممثل اللي بتعامل معاه، فعشان كده تلاقي الممثل معاه مختلف عن اي مخرج تاني. تحضيرك للدور، انت يمكن اول مره تعمل الشخصيه الخاين ده اللي هو اللي هو بتاع الستات مظبوط. كنتش قلقان من دخولك في الحته دي وما عملتهاش قبل كده؟ لا والله، انا بحب اي دور جديد عليا، يعني اي دور انا ما عملتوش قبل كده بحس ان انا دي محطه جديده، خطوه جديده في حياتي، بقدم للناس كاركتر هما مش متعودين على نجاتي فيه. بحس بمتعة، المتعة دي ما بتتوفرش في أي دور، لازم يكون الدور مركب والدور شوية فيه شغل عشان أنت تقدر تدي الجديد فيه. مروان كانت شخصية اللي قربني منها إن هي بتعبر عن نسبة كبيرة جدا من الناس، يعني عندنا رجالة كتير بيقرروا إن هم يسيبوا بيوتهم وبيروحوا يشتغلوا برا، يحب واحده تانية ويتجوزوا، حاجه جميله. خلينا نقول مرحله قبل الجواز، ان هو قرر ان هو يسيب بيته ويروح يشتغل بره وعشان يوفر فلوس معينه او ماده معينه يعيش بيها هو ومراته واولاده. هو بيكسب الفلوس لكن بيخسر قدامه حاجات تانية حقيقي، يعني فده اللي حصل لمروان. اكيد ممكن يقابل واحده، مع ان مروان كمان انتهازي، حد يعني بيبص لمصلحته وكده، فقرر ان هو يرتبط ببنت الراجل الكبير فضل الخولي عشان مصلحته، فطبعا خسر كتير، خسر ولاده، خسر مراته، خسر كل حاجه ورا جري ورا الماده. ما اتقفشتش قبل كده نجاتي وانت مين؟ يعني انت متجوز؟ اه الحمد لله. وعندك اولاد؟ الحمد لله. عندك ايه؟ عندي زياد وريناد وريليا. ما شاء الله، ربنا يخليك. الحمد لله. ام زياد بقى؟
ما قفشتش نجاتي قبل كده تليفون واتساب بتاع؟ والله بص اي زوجه متجوزه فنان بتبقى عندها مشكله مع الفنان ده، بالذات لما تكون هي يعني من خارج الوسط، من خارج الوسط ومتربيه تربيه معينه، مش متعوده على الحاجات اللي بالشكل ده، فكنت بقابل مشاكل كتير جدا في اول حياتي يعني. لكن بعد كده هي تفهمت الوضع، هي ما عندهاش مشكله من 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 اي حاجه ممكن تبقى وارده علينا، لكن هي عندها مشكله من اي حاجه صادره مننا. يعني انت ما تعملش حاجه، معجبين مش مشكله، ما عندهاش مشكله، بس هي عندها مشكله كبيره من ان انا مثلا يعني مثلا لو كلمت مثلا ايوه حبيبتي، ما احنا عندنا كلمه حبيبتي دي على طول في هنا ممكن خطيبتي بتقفش عليا برضه بالظبط. الله يعيننا. انت اتجوزت بدري شويه او كنت يعني ممكن تاجل شويه الخطوه دي؟ لا ما كانش ينفع يعني، انا متجوز في وقت مناسب جدا للجواز، فانت كنت تمام. متجوز 30 سنه فيعني تمام. بدات التمثيل وانت طفل؟ مظبوط. عملت اعمال كبيره مع اسامي كبيره، دخلت ازاي المجال؟ انا دخلت المجال دي قصه يعني، انا عندي 10 سنين 11 سنه، امي كانت عايزاني اغني فقدمت لي في التلفزيون، ما كانش ينفع ان انا اغني في الوقت دوت، فقالوا لي تعمل برامج اطفال. انا التمثيل مش في دماغي اصلا يعني، حته التمثيل ما كانتش في دماغي يعني، كان موضوع الغنى وكده وبتاع. لقيت في اختبار في التلفزيون في ماسبيرو ان عايزين طفل يلعب دور مهم في مسلسل اسمه انا وانت وبابا في المشمش. طبعا دخلت الاختبار وكان متقدم 300 واحد واختاروني انا، طفل وما اعرفش حاجه في التمثيل وما اعرفش اي حاجه، بس اختاروني انا. ممكن شعري زمان بقى كان زي محمود الجندي الله يرحمه. انا بعتبر ان مكتشفي الاول هو الاستاذ محمود الجندي، هو هو، لان هو اثناء المسلسل كمان رشحني الفيلم قلب الليل مع الاستاذ عاطف الطيب، اللي هي كانت بدايتي الحقيقيه بقى بجد. قلب الليل عملت 5 مشاهد محمود الجندي. اول مره دخلت تمثل بقى فانا وانت بابا في المشمش، كان احساسك ايه؟ فاكر اليوم ده؟ فاكر يعني، ما كنتش فاهم حاجه يعني كانت امي، انا بقول الكلام ده اول مره، كانت امي تبقى واقفه قدام ورا الكاميرا وواخده بالها جدا من رياكشناتي، واخده بالها جدا من وانت عينك معاها افعالي، وانا يعني هي بالنسبه لي هي المخرج مش محمد فاضل، انت فاهم؟ تقول لي اعمل كده اعمل كده، ما تبرقش ما تعملش وفضلت معايا كده 5-6 سنين، ماما توديني وتجيبني وبتاع لغايه ما بقى عندي 15 سنه ولا حاجه، بدات انا بقى اعتمد على نفسي وكده. اكمل لك ان من بعد انا وانت بابا في المشمش اترشحت لفيلم قلب الليل. في فيلم قلب الليل اعجب بيا جدا الاستاذ عاطف الطيب والاستاذ فريد شوقي. اسامي كبيره قوي نجاة. حقيقي اسامي كبيره قوي قوي. والاستاذ عاطف قال لي ما تمس، قال لي ماما، لان انا بقى وقتها كنت صغير ما وعاش الكلام يعني، فقال لها ما تخلوش يمثل خالص في الفتره دي وهو طفل يعني. بعديها باربع سنين جابني هو في فيلم ضد الحكومه مع الاستاذ احمد. طب ليه قال لها يعني ايه؟ عشان ما تحرقش وانا صغير. كان مدرك قوي لمساله ان ممكن طفل موهوب يمثل كتير فيتحرق، فلما يكبر ما يشتغلش كيان. وده حصل في اسامي كتير، وده حصل في اسماء صح. كتير جدا، فهو كان واعي جدا للمساله دي معايا. عملت ضد الحكومه مع الاستاذ احمد زكي وخدت عليه جايزه احسن ممثل واعد، كانت اول جايزه في حياتي. والجمله اللي قالها لامي الاستاذ عاطف الطيب قالها لي تاني، قال لي اخرج من ضد الحكومه ما تشتغلش برضو. فكان عندي بقى ساعتها 16 سنه. تاخد جايزه مع احمد زكي فيلم عاطف يعني، وقال لي كده وتقعد، وقال لي كده، قال لي اقعد، وقعدت وسمعت كلامه جدا لغايه ما جالي فيلم الجراج. رحت مهرجان اسكندريه فقابلت الاستاذ عاطف الطيب، فقلت له انا جاي لي فيلم مهم مع الاستاذ علاء كريم والاستاذ نجلاء فتحي بقى والاستاذ فاروق الفيشاوي رحمه الله عليه. قلت له انا عايز العب الدور ده. قال لي طب اعمل الجراج وبعد كده ما تعملش حاجه. برضو كان بعد ضد الحكومه بثلاث سنين الجراج. بعدها توفى الاستاذ عاطف الطيب وجالي بقى عرق البلح. ده كانت البدايه بقى، كنت كبير. كانت البدايه بقى، كان عندي 20 سنه وقتها. عرق البلح، بعديها فيلم العاصفه، بعديها بقى كنت مدرك لما دخلت ضد الحكومه، مدرك احمد زكي يعني فاهم ده مين ايه اللي بيحصل يعني. فاهم بس مش متمكن من ادواتي كلها يا احمد
يعني انا لغايه فيلم عرق البلح بعترف ان كل ما كان قبل العاصفه كمان كان اجتهاد مخرج معايا. بدات انا اتعامل وانا ابقى متمكن من ادواتي ما بعد العاصفه، لكن قبل كده كان عرق البلح، العاصفه، ضد الحكومه، كل الكلام ده كان توجيهات مخرج. عشان كده دايما انا بشوف ان المخرج ده هو اهم حاجه في العمل. عشان كده انا بقول لك لما بقول لك تامر حمزه، لان تامر حمزه فكرني بالجيل القديم. المخرج هو اهم حاجه، المخرج هو اللي بيخليك تعرف تمثل كويس، المخرج هو اللي بيخليك انت جوه الدور طول الوقت، هو اللي بيحطك في الحاله، هو اللي بيبقى شايف العمل كله على بعض. فاكر حاجه من كواليسك مع استاذ احمد زكي؟ طبعا. ايه طبعًا. بقى ده انا بص، انا اشطر تلميذ في مدرسه احمد زكي. بناء على اني انا اتعلمت منه المنهجيه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل شخصيه، هو قال لي، هو فهمني ان كل شخصيه ليها شكل وليها ماشيه وليها نظره وليها شكل خارجي وشكل داخلي. لازم نشتغل على ده. عصام غير احمد غير محمد غير محمود غير علاء. هو كان عبقري في كده بالظبط. فهو سقاني ده، هو شربني ده وعلمني ان ازاي كل شخصيه تبقى مختلفه عن التانية. فيطلع مني عرق البلح، فيطلع مني مزاج الخير، فيطلع مني العاصفه، فيطلع مني مملكه الجبل، كلها كاركترات مختلفه عن بعض. ما اقدرش اقدم براء النوح مثلا في مزاج الخير في عمل تاني، هيبان ان ده براء النوح. ما زعقلكش مره احمد زكي؟ زعقلي، لانه كان عصبي جدا. زعقلي ليه احمد زكي؟ لا العكس، عاطف الطيب هو اللي زعق. بص بقى الموقف ده كان عامل ازاي. كل ممثل لما بيكون تقيل ممكن يهيمن على المشهد بشكل كبير جدا طبعا، فيخلي الممثل اللي قدامه قليل، مش قليل، انه يمثل بطريقته او ياخد موده او يروح في سكته. فكان مشهد بتاع الشطرنج اللي انا بترمي الشطرنج في الشطرنج وكده، هو كان بيتكلم من منطقه كده وبتاع، وبيقول لي يا سيف لازم تعرف ان مش عارف ايه، ومش فاكر ديالوج قوي بس. وانا رديت عليه في التصوير بنفس برضو الاداء وكده، فستوب، عيد تاني، محمد انا عايزك نرفز اكتر، ده الاستاذ عاطف الطيب، مره على مره على مره انفعل، وانا غلطان ان انا رشحتك في الدور، وانا كنت غلطان، كان لازم اسمع كلام الناس اللي قالوا لي لا. وساب التصوير ودخل الاوضه، وحصلت حاله كده، انا طبعا عندي 16 سنه والاستاذ احمد زكي واقف، فاتخضيت جامد، اتخضيت وانهارت. قالوا له نجاتي بيعيط وكده وبتاع، طب يلا يلا يلا، وقام واخدني. هو عصبك عشان ياخد مودي؟ عصبني عشان ياخد مودي. الله. ويلا اكشن. طبعا انا داخل بقى في مود اللي دخلني في التوتر والعصبيه. احمد زكي بقى قال جملته وانا قمت متعصب وقمت، فبسني بقى ساعتها وحضني. كل ده علام، كل ده انا اتعلمته. يعني موقف زي ده علمني ازاي احضر للشوت. يعني هو ما قاليش ازاي يا محمد لما تحضر للشوت تعمل كذا، هو علمني ازاي لما ابقى انا في مشهد عصبي ازاي احضر نفسي للعصبيه. كل الحاجات دي اتعلمتها. نجحت جدا في دور الشر في موسى الجلاد في الاب الروحي في الجزء الثاني. انت بتحب ادوار الشر جدا؟ بص، هي ادوار الشر يعني بحسك مستمتع، بيبقى ليها كده احساس كده، يعني فيها نوع من انواع الابداع كده شويه. بتبقى ادوار مركبه كده، ادوار تقيله كده من جواك كده. بس خد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، مفيش شر مطلق اكيد، يعني اللي بيمثل هو حته طبعا، لازم، ان ما كانتش الحته دي الدور مش هيتحب. ما هو مش بيصحى ياكل بني ادمين، اكيد بني ادم عادي بالظبط. واللي علمني ده الدكتور مجدي احمد علي. كل اللي انا فيه او وصلت له كان نتيجه علام من اساتذه انا اشتغلت معاهم. انا لما عملت مملكه الجبل كان دور شرير، يبان شرير، بس كان في سنه كوميدي كده. كان في حته كوميدي. فاي دور انت بتعمله من لحم ودم بينجح. فالشرير ممكن يبقى عنده 80% شر و20% خير. ال 20% دول بيبانوا في تفاصيل، بيبانوا في نظره، بيبانوا في حاجات، ده اللي بيعمل كونتاكت ما بين الممثل وما بين بيتصدق. جينا في موسى الجلاد، موسى الجلاد ده كان مكتوب شر مطلق لغايه ما جت مرحله حبه لعيشه.
او حبه لدنيا عبد العزيز. دنيا عبد العزيز. ازاي هذا الشرير، هذا مولود الجبل اللي اتربى في الجبال اللي بيقتل عادي ده يحب؟ هتيجي منين يعني هتيجي ازاي؟ من انهي منطقه؟ فكانت صعبه جدا، كانت صعبه جدا. دي من اصعب الحاجات اللي قابلتني على مدار حياتي في التمثيل، ازاي احول موسى الجلاد لشخص رومانسي. ما كنتش قلقان ان المسلسل ده كان فيه ابطال كتير او ناس كتير وانت مش متعود على كده؟ يعني في الاخر انت بتعمل حاجه انت ظاهر فيها، واخد فيها دور اكبر، عدد الناس كان مخلي عدد المشاهد والادوار قليل. كلامك صح. ايه اللي خلاك توقف؟ بص، الاول اللي خلاني اوافق الشركه بصراحه تمام. لان انا كنت قاعد بتفرج في مره على ظل الرئيس وقلت انا نفسي اشتغل في فنون مصر. تمام. والله يا احمد قمت من الحلقه، كانت حوالي الساعه 4 الصبح، بغير هدومي لقيت التليفون بيرن. مين؟ غزال الشاي المنتج الفني، وقال لي عايزينك في دور مهم للاب الروحي مع فنون مصر. كانت الساعه 4 ونص، الساعه 5 كنت في اللوكيشن عندهم، الساعه 6 كنت واخد السيناريو، بعديها ب 48 ساعه صورت موسى الجلاد. طلع موسى الجلاد في 48 ساعه. شكله كده لوحده في عالم تاني. مين أذن لك تمد يدك؟ إيه يا عم الدخلة دي؟ أنتوا مين؟ الدار أمانة يا موسى، أنا أمير، أمير ابن الشيخ سلامة. أمير؟ أمير كبرت، أمير كبرت وتغيرت. ما أنت كمان يا موسى اتغيرت، اتغيرت كتير قوي. لا انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجه ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه. الشخص لما مات مات؟ الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى. مصلحه؟ مصلحه ايه دي؟ لا، ما هو ده لما مؤاخذه بقى، هتعرفه لما تيجي معانا. يوس حاجه من موسى الجلاد يجي يطلبها منه هنا. شايف انك على مدار السنين دي حققت اللي كنت بتطمح ليه وقت ما دخلت المجال التمثيل؟ شايف انك قطعت شوط فيه، ولا شايف ان لسه ما حققتش حاجه؟ هو انا حققت حاجه راضياني جدا. إيه هي؟ وحبيبها جدا، حب الناس. حب الناس دي يعني تارجت ممكن الفنان يعيش حياته كلها بيمثل وما يوصلش للحب اللي انا شايفه من الناس. الحمد لله انا بشوف ده، يعني بشوف ده في الشارع. ما حدش بيسمع عنك مشاكل، ما حدش يسمع يعني دايما لله. في الناس بتشوفك في التمثيل بس ما بتسمعش عنك حاجه ممكن تضايقهم منك او ينفروا منك. الحمد لله، يعني ده نتيجه تربيه اهلي يعني ليا. لكن انا طبعا بخرج مع اصحابي وبعمل كل حاجه بس انا بيتوتي يعني. بتحافظ على نفسك. فاللي انا وصلت له من حب الناس ده راضيني جدا. لكن اني انا شبعت؟ لا، ما شبعتش لسه. في ادوار عايزه العبها في كتير جدا. لا يعني لو تقول لي ايه الدور اللي انت نفسك تلعبه، اللي هو السؤال التقليدي اللي بيتسال ده،
هقول لك لا ده ما ينفعش السؤال ده يتسأل لممثل. دي حقيقة. انا كمشخصاتي يعني انا عايز اشخص كل حاجه كل حاجه، ولو اديتني دور انا لعبته قبل كده هتلاقيني متضايق جدا ان ممكن ارفضه. اي دور جديد العبه، حتى لو في وسط 30 ممثل 30 نجم العبه، حتى ممكن يبقى الدور مش البطل، ممكن يبقى الدور الثالث او الرابع، مش مشكله. انا ممكن اخليه من الرابع ده نمره واحد بمجهودي بشغلي. وحصل في حاجات كتير. اتعرضت لحروب او لمشاكل قبل كده؟ مفيش حد في الشغلانه دي ما اتعرضش لحروب، لكن انا بستعين بالله في كل حاجه وبدعوات امي ليا. ايه اكتر موقف مش هتنساه، حتى لو مش عايز تقول اسامي اوكي، بس يعني الموقف اللي هو انت شايف ان كان اصعب حاجه مرت عليك في الشغلانه؟ كان عندي 11 سنه. ايه ده؟ موقف لن انساه، في دور كنت مترشح فيه لمسلسل اسمه لا اله الا الله، فاكره؟ طبعا، واحنا صغيرين. اللي كان بيغني فيه الاستاذ محمد العزبي. ايوه وكنت بلعب دور مهم، يعني دور مهم، يعني كان بالنسبه لي ده بعد انا وانت بابا في المشمش وبعد قلب الليل، كانت حاجه عظيمه بالنسبه لي. وانا كنت بتفرج على المسلسل ده فكنت من معجبين المسلسل، وحد خد الدور ده بدالي بحله كشري. يعني مامة الولد ده جابت لمساعد المخرج حل كشري جابه، فجاب الولد التاني. لا بتهزر؟ والله زي ما بقول لك مش قادر انساه لغايه دلوقتي. حل كشري. اه. طب وانت كبير يعني اكيد حصلت مشاكل كتير. يعني حاجات، بس يعني ممكن ما احبش اتكلم عنها. ما تقولش اسامي، يعني ممكن تحكي الحكايه بس ما تقولش مين ولا عمل ايه، يعني مش لازم نعرف مين. انا عارف مين. مش لازم نستعرف. يعني ما انت عارف، بص كلامك بمنتهى الصراحه، يعني الشغلانه بتاعتنا فيها شويه، يعني فيها شويه فيها كتاف وكعان كده ماشي، ده طبيعي. والحكايه دي لما المنافسه دي لما بتبقى شريفه او ايجابيه بتبقى مرضيه جدا. يعني انا موافق ان انت اغير منك، بلاش ان انت تغير مني يا عم، انا اغير منك بس ما بشكل ايجابي. ما لعبش، ما اعملش الدنيئه معاك. بس حصل، بس اخوك شبراوي برضو بيعرف يتصرف تمام. حضرت. انا كنت حاضر. انا كل المشاكل كنت حاضرها. طب على سيره شبراوي، انت من شبرا؟ بس هل انت كنت مميز بقى في شبرا، ان انت من وانت طفل بتمثل وبتطلع في التلفزيون وبتعمل سينما، فاكيد انت ما كنتش عادي يعني. وبالذات شبرا من المناطق الشعبيه اللي محبه قوي للفن والتلفزيون والسينما. كان ايه طفولتك، شكلها ايه بقى؟ منعزله. ليه؟ عشان بمثل. انا كنت في بيتمارس عليا التنمر طبعا وانا صغير. معروف بقى بتطلع التلفزيون احمد زكي وبتاع. جدو عبدو عامل ايه، زارع شعره. كانش بقى شعره طويل وقتها، وكنت عامل فوزي جدو عبدو، فكنت بتزف بقى وانا خارج من المدرسه كل يوم. وبعدين بقى اصحابنا بقى الله بقى يمسيهم بالخير ويكرمهم، اما مثلا كنت اغيب مثلا ولا حاجه، اصحابي بقى اللي بيحبوني بقى بيقولوا لي بقى محمد نجاتي غايب النهارده مثلا، تلاقيه مع ليلى علوي. الله. فيعني ما كانش ليا اصحاب بمعنى الكلمه وانا صغير، بدات اكون صداقات لما كبرت. انا عايز اقول لك، لو ابنك فكر يمثل وهو صغير هتوافق؟ يعني مش هقول لك لو هو كبير، يعني هو كبير هتقول لي هسيبه ياخد قرار. لا اصل انا اللي بيسالني دايما، يعني عندي ناس اصحابي كتير عندهم اولادهم بيتكلموا دمهم خفيف، يقول لي ما تزقه في حاجه يمثل، اقول له حرام عليك. لان اول حاجه ببص لها واللي انت قلته دلوقتي، ليه يبقى مميز عن اصحابه فاصحابه ما يحبوهوش او يتنمروا عليه، اللي هو انت بقى انت نجم علينا، فيبدا يبقى لوحده والناس تاخد منه جنب. وده اللي حصل. غير كده احنا بص شغلتنا صعبه جدا، يعني انا اشفق على اي حد حابب يخش التمثيل وفاكرها سهله. انت عايز تخش التمثيل لازم تكون قد الشغلانه دي، قدها كويس، مش قدها ان انت بتعرف تحفظ كلمتين وتخش تقولهم. لا، التمثيل مش كده خالص. دي اسهل حاجه، اسهل حاجه في التمثيل الحفظ، التمثيل. يعني اسهل حاجه في التمثيل انك تبقى قدام الكاميرا وتمثل، لكن ما وراء الكاميرا وانت فاهم انا اقصد ايه، هي دي الصعوبه اللي في الشغلانه. طبعا. فانا اشفق على اي حد، مش ابني بس، انه 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 يمتهن هذه المهنه، ما بالك ابني بقى. فانا اخاف ان هو وهو صغير يشتغل، يحب
إقارة لكامل. السوشيال ميديا عاملة إيه معك؟ كويس؟ من الناس الأكتف على الفيسبوك وإنستجرام وتويتر؟ آه طبعاً دي حاجة مهمة جداً. أي ممثل أو أي فنان دلوقتي لازم يكون. أنت حبيبها؟ والله بص يعني أنا يعني هي بقت مهمة بس هل أنت حبيبها؟ هي أنا يعني أنا ما أحبهاش. أنا بحبها عشان الجمهور. ما هو واجب عليك برضو أن أنت تعرض نفسك للناس. الناس بتحبك، الناس عايزة تتابعك، ودي وسيلة سهلة جداً في إيد الجمهور أن هم يتابعوا الفنان اللي هم بيحبوه. صح. فده واجب عليك، زي ما واجب عليك أن أنت تروح التصوير في معادك وتعمل دورك كويس جداً، كمان واجب عليك أن أنت تعرض نفسك للجمهور بالشكل اللي هم عايزين يشوفوك فيه. فهي دي وسيلة بتقربك جداً من الفانز بتوعك ومن الجمهور بتوعك. لكن أنت بقى بتحبها قد إيه أو ما بتحبهاش قد إيه؟ لا أنا ممكن أكون يعني مش حبيب. مش قوي يعني. طب هل في حد مرة هاجمك أو قالك كلام ضايقك على السوشيال ميديا واضطريت ترد عليه؟ والله يعني قليل جداً. والله قليل جداً. وبستغرب من إنه قليل يعني. يعني ما لقيتش حد مره كتب حاجه. دايما كده في ناس تلاقيها ايه بتلف على صفحات الفنانين ومش عارف ايه وانسلنت وكذا لا الحمد لله ما قابلتش ده. لا والله. طب والصحافه اخبارها ايه معاك بقى؟ علاقتك ايه بيها؟ الصحافه دي عالم. بس انا للاسف دلوقتي فقدنا كتير قوي من الصحافه. الصحافه اللي احنا متعودين عليها يا احمد، اللي احنا متربينا عليها يا احمد، فاكرها؟ فاكرها طبعا. فاكرها فاكر لما كنا بننزل نشتري المجلة الورق، وكان لما ينزل لك صوره في مجلة كنت كنا ننزل نجيب عشرات النسخ ونفرق عشان نوزعها على اصحابنا وكده. كان احساس فظيع. دلوقتي انت ما بتيجي تنزل خبر مثلا ليا ولا كده بتبعتهولي على الواتس لا وانا مش عايز ابعته حتى يعني مساله يعني تحصيل حاصل. احساس انك تنزل عند بتاع الجرايد وتشتري الجورنال اللي انت طالع صورتك فيه وتقطع بالمقص الخبر بتاعك وتلزقه، وجمال ارشيفي طبعا يبعت لك الارشيف على البيت طبعا على المسرح وكده. الاحاسيس دي ما بقتش موجوده. مش عايز اتكلم في الصحفيين او الصحفيات، لكن احنا بص انا بعتبر ان الحوار الصحفي ده مباراه. ان ما كانتش سخنه ما تلزمش. صح. محدش هيحب يسمعها. صح. ان ما كنتش انت بتسالني اسئله صعبه وانا اجاوبك واتزنق وكده، الجمهور نفسه مش هيبقى مستمتع بالحوار. عادي. فهي حلاوه الصحافه ان يبقى فيه بينج بونج، في صراع جوه الحوار بيحصل. دي كانت حاجه بتمتعنا زمان. انت ليه وحش في الفيلم الفلاني؟ انت ليه عملت مش عارف ايه؟ انت ما كانش ينفع. انت النقد ده والزنق ده هو اللي بيربي عندك كممثل ولا تزعل. انت عملت افلام مقاولات علشان خاطر كنت محتاج تقول. الله عليك خش عليا كده تعالى انا قاعد في بيتك وراسم على شويه موز والبتاع اللي قدامنا وساكت وانت عايز بينج بونج. انت جيت معايا انا بلعب راكت بالمضرب الكبير ده بينج بونج بضرب صغير. اللي فاتت دول خمس دقايق ونكمل. انت عملت افلام مقاولات علشان خاطر كنت محتاج فلوس؟ يعني انا بفكر دلوقتي في حته كونها كلمه مقاولات دي. لا انت افلام عارف انها مش هتحقق نجاح. افلام معموله ببادجت لطيفه كده. معكش حواليك ناس مقاسك. مظبوط. عملت ده. عملت ده عشان ما كانش معايا فلوس طبعا. ومش وانت من حقك بس ان انت تسالني، لكن مش من حقك تلومني لان انت دي ظروفك انت مش عارف. بالظبط كده. طب انت شايف انك خدت حقك في السينما؟ لا لسه طبعا. ليه؟ لا لسه ليه؟ لسه ليه انت بعيد عن السينما وبعيد عن مع ان انت بدايتك كانت كلها سينما من وانت طفل؟ يعني انت حابب التسعة بيلي اللي جابك على الفيديو. الوقت عليه عامل. الوقت عليه عامل. يعني انا مثلا ممكن اكون لغايه وقت قريب جدا شكلي ممكن ما يديش ان انا ابقى بطل فيلم. بس ممكن يعني ممكن لو في دور يتناسب مع شكلي او كده. لكن انا يعني وش بيبي فيس. انا قعدت لغايه وقت طويل جدا شكلك صغير. شكلي صغير بالظبط. اللهم الا من سنتين ثلاثه بدا شكلي ياخد شكل الرجولي. فيمكن ده يبقى مؤهل بعد كده ان انا العب الادوار اللي انا اتمناها واللي انا عايزها او احقق حلمي في السينما من خلال ده. الناس بتشتغل بالعلاقات والشلل؟ طبعا. انت عندك شله؟ لا. ليه؟
لان ما انك قديم في الشغلانه. بحب شلتي يعني انا شلتي من بره الوسط، انا حياتي بره الوسط، ما بقدرش ان انا اروح اعمل صحوبيه عشان خاطر شغل ورا ورا الصحوبيه دي. انت حتى تلاقي اصحابي في الوسط قليلين جدا، عارف، وانت يمكن تعرفهم بالاسم يعني. ودول علاقتي بيهم بره الوسط، ما لهاش علاقه بان احنا زملاء او كده. فعشان كده تلاقيني يعني احب اعرف البني ادم عشانه هو، مش عشان اللي وراه. فما بعرفش اعمل بقى علاقات، ما اعرفش اعمل شله. وعلى فكره هي مش مرتبطه قوي بالشله، هي شغاله بالشلل طبعا بشكل كبير جدا، لكن هي مش مش مش, مش بس كده يعني. في النهايه اللي له رزق بياخده، وفي نجوم كتير جدا. تاخد منك دور بحلة كشك. بالظبط، عايز ده لو عندي شوكولاته ممكن يعني اعتزل فيها. يبطلوك يشطبوك من النقابه. طب ايه المشكله اللي حصلت لك مش هتنساها نجاتي؟ مشكله كان ممكن تغير حياتك يعني. انت في مره جدك طلعت قلت انا ممكن اعتزل. كان ايه اللي وصلك للحاله دي؟ لحظه احباط كبيره جدا حصلت لي، ومش حصلت لي لوحدي على فكره، حصلت لناس كتير قوي. انا ما قلتش اعتزل، لان انا لو قلت كلمه اعتزل هنفذ. أنا كنت بتفكر اوكي، مجرد انها تيجي في دماغك في السن ده. جت طبعا، وما تجيش ليه؟ جت طبعا وما تجيش ليه؟ وتيجي ليه؟ تيجي ليه بقى؟ ده السؤال. تيجي لان انت ممكن تكون اتخنقت، عندك طاقه كبيره جواك، وبتشوف ممكن ناس ممكن ما يبقوش مش في موهبتك ومش وبيشتغل، وانت ممكن تكون تتضايق. الظروف الاقتصاديه اللي بنمر بيها في الوسط الفني بقت تتعب ناس كتير جدا. فانت دلوقتي لما تشتغل عمل واحد في السنه بتقدر تكفي بيتك ازاي، وتقدر تكفي عيالك ازاي، واولادك في مدارس معينه مثلا طبعا. او انت متعود على شكل حياه معين انت مجبر عليها على فكره. كنا بنتكلم في كده انا وانت كام يوم. انت مجبر على شكل الحياه دي. انا من شبرا، وعايز اقول لك ان انا مش من هواه القعاد في كافيهات، وانت تعرف ده عني كويس جدا، لكن انت ممكن تلاقيني قاعد في قهوه بلدي في شبرا. دي حقيقة. فانا مش محتاج الفلوس دي عشان خاطر اروح اغير عربيتي، او ان انا ابقى قاعد في مكان مش عارف ايه، او يعني المظبوط اللي ولادي اتعودوا عليه. وده كانت امكانياتي وقتها. دلوقتي الظروف الاقتصاديه بتاعت الشغلانه كلها اختلفت، فانت عندك مسافه ما بين اللي انت دلوقتي بتتقاضاه وما بين اللي انت ملتزم بيه طبعا، تجاه ولادك وتجاه بيتك وتجاه حياتك. انت ممكن، انا ممكن ابقى مش مسؤول عن بيت واحد بس يعني، بلاش تخش في تفاصيل. طبعا في ناس مسؤوله منك. بالظبط. فانت عندك التزام، الالتزام ده انت هتعمله ازاي وانت واهب نفسك للشغلانه؟ لازم تدور على حاجه لو تاني. عندك سوبر ماركت جنب التمثيل هتقول ماشي ده هيمشي ده، لكن لما انت تبقى بس ممثل هتقدر تقاوم ازاي وانت راجل مالكش في الشلاليه ولا ليك زي ما احنا اتكلمنا ولا ولا ولا؟ هتعمل ايه؟ هتفكر جدا. ههنج. ده الحديد بيهنج. انت كبني ادم وعندك مشاعر وحابب للشغلانه ده الجمله دي ما طلعتش مني من فراغ، الجمله دي طلعت مني بعد صراع كبير جدا، وبرده ما قدرتش احقق ده، ما قدرتش انفذه، لان انا جوايا ممثل. في رمضان كنت بتعمل مسلسلين. حاسس انك عملت فيهم اللي المفروض تعمله ماديا يعني؟ لا سيبك ماديا. ماديا انا خلاص كلنا عارفين. لا ظهرت فيهم بالشكل يعني، او خلينا هاجمك بقى ما دام انت بتحب الهجوم. ما ظهرتش بيهم زي ما ظهرت في قيد عائلي وفي موسى الجلاد في الاب الروحي، ما كانوش معلمين قوي. ايه السبب؟ يعني اكيد انت حسيت برد رد فعل مع الجمهور يعني. مش كلامي عشان مش انا بقيمك وانت بتزعل. لا عندك حق. لا ده أنا بص انا كده بستمتع والله بجد. اصل انت ما تاخدش الفاكهه وانت ماشي. لا بص انت بتبقى وانت شغال حاسس، وبعدين ايه بتقول ايه؟ هتسأل، بيبقى حاجات كده جواك كده وانت قاعد في الاوضه بتاعتك بتاع. ارجع واقول لك برضو انه ادوار، انه ادوار وادوار يعني. الدور اللي انا لعبته في ابن اصول، انت قصدك ابن اصول تحديدا؟ ابن اصول، وحتى هو الثاني كان ضيف شرف، خلي بالك. ماشي، انا فاهم ده كان ضيف شرف يعني. اصول وانت حماده عشره عمر بالظبط يعني. لكن الدور الدور كان شويه سطحي. كان شويه فلات سطحي. يعني اخو البطل. بالظبط.
وانا مش متعود اعمل الادوار دي، يعني ما بتلقش عليا قوي. يعني انا تلاقيني في دور مركب تعرف تطلع حلاوه نجاتي منه، فاهم؟ فالادوار السطحيه دي زي بص، هو ده بياكد كلام اللي قلناه في اول الحلقه، ان انا ما بعرفش العب غير الادوار اللي ليها بعد، ليها ابعاد، ليها بتاع. جه شويه الدور في الاخر، في اخر الحلقات سخن قوي، وبدا يبقى يشر على اخوه، وبدا يعمل كده وبتاع، بدا الدور هنا يلمع وياخد شكله وياخد اخر 6-7 حلقات. لكن هو اتفرد، كان مفروض ان هو حد بيحب اخوه، حد مسالم، وحد وحد وحد. فالادوار دي ما تلاقينيش انا فيها قوي. العاصفة. اختيارك للفيلم جه ازاي؟ جه مخرج الفيلم قال لي انا عايزك تلعب مشهد واحد معايا في الفيلم ده. كنت انا ساعتها عامل عرق البلح، واخد جايزة احسن ممثل في مهرجان نمير في بلجيكا في عرق البلح. خدت شوية جوايز حلوة انت في انا عندي في جوايز الحمد لله كتير جدا في بدايتي، لان كان بظروفي ان انا بعمل اعمال لا كانت الاعمال مهمه يعني كان العمل نفسه مهم طبعا. عرق البلح ده من علامات. فقال لي انا عايزك تلعب مشهد واحد في الفيلم. فقلت له موافق. قال لي انت موافق وانا عرض عليك مشهد واحد في الفيلم؟ قلت له قال لي اسبابك ايه؟ قلت له اول حاجه ان انا صاحبك، يعني انت مش ممكن هتبقى عايز تضرني يعني، فاكيد المشهد ده كويس. ثانيا انت طالما انت مختار ممثل عشان يلعب مشهد واحد فاكيد المشهد ده جامد. بعديها بشويه، بعديها باسبوع كده ولا حاجه، جه قال لي لا انا بعرض عليك بطوله الفيلم. ايه ده؟ يعني هو كان بيلعبك ولا هو كان لا هو حصلت حاجات في الفيلم، معلش سامحني مش هنخش في تفاصيلها، ماشي ادت الى اني انا ان 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 المشهد ده يتحط جوه الشخصيه الكبيره فيكبر الموضوع. فيكبر فخلاه، فهو اختارني انا ان انا العب الشخصيه الكبيره كان ايه رد فعل الفيلم عليك يعني بعد ما نزل؟ انا واخد فيه جايزتين، العاصفه ده واخد فيه جايزتين. غنيت في الفيلم؟ غنيت في الفيلم. انت ليه ما غنيتش تاني يا نجاتي؟ والله انا موضوع المزيكا ده في دماغي وطول الوقت في دماغي وما راحش مني خالص. ما جربتش ليه؟ ده كل الناس بقت تغني دلوقتي، ده في ناس ما لهاش في الغنى بتغني. مظبوط. ممكن جدا تلاقيني بعد شويه عملت اغنيه، وارد. اصل بص زمان كانت المساله دي صعبه جدا، ان الممثل اللي يغني ده يعني كان صعب قوي. دلوقتي بقى الممثل ممكن يذيع، ممكن يغني، ممكن يلعب كل حاجه كرة، ممكن يعمل اي حاجه مع بعض. فدلوقتي المساحه بقت اكبر، فوارد ان انا اعمل كده. بس اكيد هختار. بتدرب صوتك وبتغني لسه ولا بغني؟ طب تيجي نغني. على فكره انا معظم اصحابي كلهم يعني ملحنين ومؤلفين وموزعين اكتر منهم ممثلين. طب ما تيجي نقول حاجه. لا نقول حاجه ايه؟ نقول حاجه انت عايز زني. هتسيب الفاكهه بس هتقول حاجه. اقول معاك على فكره، انا ممكن اطفش المشاهدين اصلا من الموضوع. تعالى اقول لك الاغنيه اللي احنا طالما بنتكلم عن فيلم العاصفه. تعالى نفتكر فيلم العاصفه. ازرع كل انت فاكرها يا احمد؟ ارض مقاومه. ازرع كل الارض مقاومه، ارمي في كل الارض جدور، لو كان ضلمه تمد النور، لو كان سجن تهد السور، كون البادئ كون البادئ، كل فروع الحق بنادق، غير الدم محد الصادق، من ايام الوطن اللاجئ الى يوم الوطن المنصور. الله. طب ما انت بتغني اهو لسه اهو سالكه اهي. والله لو العود بتاعي كان سليم كنت سمعتك دي. كمان انت بتلعب عود؟ بلعب عود. طب ايه ده انت اتعلمته فين؟ اني كنت هلعب شخصيه بليغ حمدي في طبعا. ايه قصه بقى الشخصيه دي؟ عشان الشخصيه دي اكتر شخصيه اتكلموا فيها كتير قوي وفي الاخر ما اتعملتش. هو انا بشوف ان الاستاذ بليغ حمدي كان مظلوم في حياته وفي مماته والله. يعني هذا الكيان كان لازم يتعمل عمل باسمه
يوثق بليغ حمدي ويعرف الأجيال الجديدة من هو بليغ حمدي، هذا الملحن اللي الناس بتتغنى بأغانيه لغاية اللحظة دي وممكن ما يبقوش عارفين إن هو صاحب هذه الأغنية. هذا الكيان اللي المؤلفين اللي الملحنين لغاية دلوقتي بياكلوا عيش من خلال التيم اللي هو لعبها. طبعا كان عبقري، كان عبقري، كان سابق زمانه بجد. يعني لغاية دلوقتي انت تقدر تغني لبليغ وتعمل لبليغ أغاني هو غناها قبل كده وتنجح بيها، ده حقيقي. طب الـ 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 المسلسل ده ما فيش أمل فيه خلاص؟ مش عارف، أنا والله ما بحبش أفقد الأمل أنا في أي حاجة، يعني يا رب يتعمل في يوم من الأيام بي أو من غيري، مش لازم أنا. يعني القائمين على صناعة هذا المسلسل لو لقوا حد تاني غيري يقدر يلعب بليغ حمدي جو أهيد يعملوه، بس يتعمل. هل انت سمعت ان الله يرحمه الاستاذ احمد زكي قال لهم ان هو لو توفى في فيلم حريم ان انت تكمل مكانه؟ سمعت. ولما سمعتها كان رد فعلك؟ اتأثرت جدا، اتأثرت بشكل كبير ان الراجل ده كان شايفني بجد الله يرحمه. هو انت تعبتني دلوقتي والله. الراجل ده الله يرحمه انا شفته مره في مكان في الزمالك، كان قاعد مع الاستاذ علي سالم، وكان معايا صديق ليا مؤلف شعر غنائي اسمه مشير عطيه، حي يرزق يسقى. وقعد الراجل اتكلم معانا وساب قعدته مع الاستاذ علي سالم وبتاع وكده، وقال لي انا جاتي انا نفسي تعمل فيلم انت وهيثم زكي، انت وابني. وبناء عليه جه فيلم بلياتشو لهيثم احمد زكي وطلبوني عشان اعمل مشهد في الفيلم ده واتوافقت ان انا كنت عايز احقق رغبه. بس كان الفيلم ده بعد وفاه الاستاذ احمد. بالظبط. فقلت انا هعمل والله لو هطلع اقول كلمه واحده مع هيثم عشان حسيت ان دي الوصيه اللي كانت. هي دي الوصيه اللي قالها، وما زلت لغايه دلوقتي عندي حلم ان انا انفذ هذه الوصيه بشكل كبير. هيثم ممثل شاطر. انا وهيثم. هيثم ممثل شاطر. هيثم مظلوم قوي ومقارنته باحمد زكي جدا، انسان فوق ما انت متخيل. انا بحبه هيثم، صاحبي بحبه. مش ممكن اقول لك على اخلاقه وعلى تربيته وعلى شياكته وتعامله. هيثم فنان جميل جدا. حرام صغير انه يتقارن بواحد زي احمد زكي، هو ابوه بس. مش بس حرام طبعا، الناس بتهاجمه. ما ينفعش حد يتقارن على مقارنته بوالده. ما ينفعش حد يتقارن بحد. وبعدين فرص، بس يعني ياخد شويه فرص حلوه ومشيتها عريضه وشوف هو هيعمل ايه. تعال ناخد مثال، لاني انا عايز اوثق اللي انا بقوله دوت. محمد محمود عبد العزيز، شوف محمد محمود عبد العزيز دلوقتي ممثل عامل ازاي. بيتطور جدا جدا جدا. انا كان بيخضني طبعا، لان انا ما كنتش متعود على محمد بالاداء ده طبعا قبل. فانت لو انت بطرت محمد من وهو صغير، وان مش انت مش شبه ابوك ابدا، انت مش زي ابوك طبعاً ابدا، كنا خسرنا. والناس دي نجم دلوقتي موجود بيأثر في الدراما المصريه بشكل كبير زي محمد محمود عبد العزيز. تعال شوف محمد محمود عبد العزيز في قدع الي. في قدع الي تحفه. تعال شوف قدع الي عامل ازاي تحفه. شفت ومشهد. طب شوفه في الاب الروحي، عكس الدور تماما تماما. لا انا عندي وجهه نظر في موضوع التمثيل ده. انا جيت معرفش انت تقني فيها ولا لا، ان التمثيل ممارسه. ان احمد زكي هذا العبقري في مدرسه المشاغبين، شو احمد زكي في السادات وعبد الناصر ومعالي الوزير، لا في ممارسه كتير قوي. قوه البني محمود عبد العزيز صح في الدوامه. مظبوط. مش محمود عبد العزيز في جبل الحلال والكتكاتو. فانا هي ممارسه. انت كلامك مظبوط جدا يا احمد جدا. هو تمثيل ممارسه اكتر منه موهبه على فكره. طبعا هي اثقال للموهبه. ممكن يبقى موهوب بس اشتغل بس اشتغل عليها، يبقى جواك ومش باينه، بس الممارسه هتبينك. واسماء كتير جدا ونجوم كتير جدا. انا اقول لك احمد زكي العبقري بداوا ما كانوش في مدرسه المشاغبين، وفي العيال كبرت ما كانش واضح العبقريه. يعني كان في مدرسه المشاغبين كان اعتقد الاستاذ عادل امام ويونس شلبي هم اللي راكبين الموضوع صح. في العيال كبرت سعيد صالح كان واخد المسرحيه وجاري بيها صح. ما كانش احمد زكي باين ان هو هيبقى العبقري اللي احنا بنقعد نتكلم عنه بعد وفاته بسنين كتير. ده هو التمثيل عنه. التمثيل ممارسه. انت كده جبت اخر الكلام. التمثيل ممارسه. تابع من نجاتي ازنقك تاني ولا يلا؟ يلا
انا بقى عايز حاجات اسخن من اللي فاتت كمان. مين الفنان اللي عمرك ما تشتغل معاه حتى لو مش هتلاقي تاكل؟ تعالى لي تعالى. مش انا قلت لك تاخد طبق الفاكهه؟ انا في برنامجي ده، ما هو انا بص يا جماعه انا البرنامج ده عامله والله كده لايت لطيف مع الناس اصحابي، انكم اصحابي، وما بقول لهم عايز اصور معاكم والناس بتستضيفني في بيوتها. ليه بتشرسني؟ ليه بترجعني لايام زمان؟ لا بص اقول لك على حاجه، يعني ممكن من حقي ان يبقى في ممثل احبه وفي ممثل ما احبوش. من حقك كل حاجه من حقك، هو في الاخر محدش انما انا اشتغل، انا اشتغل مع اي حد. طب انا اقول لك على حاجه، في ممثل بدون ذكر اسماء، بدون ذكر اسماء، معلش موافق كنت بعمل معاه شغل والله، وقتها ما كنا بنصبح على بعض، وكنت تلاقينا جوه الكاميرا ما عندكش فكره عامل ازاي. احنا بعد كده بقينا اصحاب، لكن وقتها ما كناش، كل واحد كان عايز ياخد المسلسل لصالحه. بالظبط فاكر انا. يعني او الفيلم عشان تبقى ماشي. عايمه شويه. فاهم؟ لكن لا بالعكس، انت طب انت عارف لما يكون مثلا في شخصيه عامله كده انا بسخن اكتر علشان طلع تمثيل. فيطلع حاجه للجمهور يستفيد منها احسن. الجمهور ملوش دعوه، انا بحب فلان عايز امثل. تعرف تحكي لنا المره اللي وقفت فيها في جامعه الدول عيط؟ كنت انا شاهد على اليوم ده، كلمتني وجيت لك جري. يا حبيبي حصل. انا بعمل محضر. مسلسل ما احنا صرنا اصحاب دلوقتي. لا هو كان موقف مستفز، انا استفزيت يا راجل، انا مش المسلسل واستفزيت. فماشي الساعه 6 الصبح في جامعه الدول، لقيت بوستر لواحد من الابطال لوحده، كبير لواحد من الابطال لوحده في المسلسل لوحده، مفيش كبير قوي مفيش ضخم، وهو لوحده وشركه تقدم فلان في المسلسل كذا، مسلسل كذا. عارف انت بقى تعب شهور وحلم عظيم لوحده، ودموع كده نازله، ودموع نازله كده. طبعا كلمت الناس وكلمتك وكلمت انت شفت معانا كتير قوي يا حبيبي. والله يعني عايز اقول لك المسلسل ده كان بطوله جماعيه. في كان بالنسبه لي ان الجماعيه دول واحد بيطلع واحد بيدخل، يعني اللي هو نجادي يقعد نحل يطلع يخش فلان، فلو ان كنت كلكم اصحابي، كنت كلكم لسه طالعين، او انت كنت طالع من بدري بس كنتوا ايه يعني جيل الجيل الكبير اللي قبل لكم، كنت جيل اللي هم دلوقتي بقوا هم النجوم اللي على الشاشه. فكان كان كارثه. انا كان نفسي المسلسل يخلص قبل اي حد. اي والله انا قلت المسلسل ده مش هيكمل من كتر المشاكل اللي كانت بتحصل فيه، وكانوا بيخانقوا مين يغير في الكرفان وبتاع، كان في حد بيغير في وهو قاعد على الكرسي. والله انا ايوه مش عايز اقول عشان المسلسل الجاي مش هيقول لك كرفان، يقول لك انت ما دام بتغير على الكرسي غير. والله العظيم ايوه كنت قلت لهم يعني هي المشاكل في الاوض، انا هغير على الكرسي، انا هغير ورا الكاميرا، كان تشوف الكاميرا فين واغير، البنات يا جماعه يخبوا عليهم ودوا شو من حته ثانيه وانا اغير ورا. كان مسلسل كواليس صعب قوي. صعب قوي. انا اصلا ما كنتش عايز العب المسلسل ده، وسبحان الله نجح وكسر الدنيا. مش عارف ازاي ده. لا كان في مشهد بقى لو هنتكلم، كان هم الاربعه الابطال داخلين يخبطوا على الباب، والاربعه اللي انت كنت منهم كنتوا بتزقوا بعض مين يخبط الاول. اهو ده حصلت فيه مشكله، تخبط الباب، حصلت فيه مشكله عظيمه المشهد ده، فاكره؟ خناقه. ايوه مين يخبط يا احمد؟ ده انت عشرت كل حاجه يا احمد، انت مفيش حاجه بعيده 10 سنين. مين يخبط على الباب؟ مين يخبط على الباب؟ مين يقول الكلمه الاول؟ المصر. انا دخلت انا لقيت نفسي اول واحد، ما هو الباقي ماشي بالراحه. أيوة. وانا داخلين نعمل حدث مهم، فدخلت افتح الباب. كنت بتخبط له احمد ستوب. قال انت بتقول ايه؟ انت المفروض تقول جملتك بعد جملتي. طب ما انا وصلت الاول عادي يا جماعه، ده الموضوع لا. افتح الباب، انتوا اللي هنا، كلام مرسل مش كلام، مش جمله يعني. كانت قصته كانت مشكله، وكانت مشكله المسرح. انت فين اسمها برضه؟ ما خلاص مش هتكلم. المسرح انت فين بقى؟ المسرح فين بقى؟ المسرح انا 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 ابو الفنون. انت فين؟ كلمه كنا بنسمعها زمان وكنا بنقول مش للدرجه دي قوي يعني، ده السينما هي الموضوع. لا لا لا، هو المسرح هو الموضوع. فين المسرح مع في حياتك؟ هو اصلا كان فين المسرح في وقت من الاوقات؟ اوكي رجعت الدنيا دلوقتي. احب مع كلمه رجعت دي اشكر، وكل حديث او كل حوار او كل لقاء لازم اكد على اني اشكر الاستاذ اشرف عبد الباقي. طبعا انه كان طبعًا. السبب شال المسرح لما كان مفيش مسرح، هو اللي رجع المسرح. دي لازم طبعا تبقى محفوره في دماغ كل الجمهور ان اشرف عبد الباقي هو اللي رجع المسرح تاني. ينفع نقول انه رائد المسرح الحديث، هو عمل حقبه جديده رجع الناس تاني. اشرف عبد الباقي هو رائد المسرح الحديث. صح صح اوافقك.
انت فين خيرو؟ انا فين بقى؟ انا كان اخر حاجه عملتها مسرح كانت الدلاعة دوسة. انا عملت مسرح مهم كتير قوي. الدلاعة دوسة دي كانت من ايه 12 سنه 13 سنه حاجه كده. كان النجم فيفي عبده. مظبوط صح كده. مظبوط. طب فين كنت عامل اولاد الغضب والحب؟ عرضتها 2001 وعرضتها 2010. كنت عامل انكبر ابنك مع رحمه الله عليه الاستاذ سامي العدل. بس بعديها بقى المسرح مات وراح. السنه اللي فاتت بدا يجي لي عروض مسرح وانا حابب اعمل مسرح عام عن المسرح الخاص. الى ان ياتي هو اتى بمجدي الهواري عشان نبقى برضو ايه مسرحيات هنيدي وملك لير مجدي الهواري طبعا عمل كام حاجه. عمل طفره برضو نوع من المسرح ما كانش موجود خالص في مصر. صح. كايرو شو عمل كايرو شو عمل ضخم بشكل كبير جدا. اتمنى طبعا اشتغل في كايرو شو. اتمنى اشتغل في المسرح العام ايا كان. يعني انت دلوقتي جاهز لو جالك جاهز. نص كويس جدا او الناس جداً. بتتفرج علينا جدا 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 وهتلاقيني لا مش هستنى كمان اللي هيقول لي. انت انت انا اللي هسعى. انت بتعمل مسرح انك انت بتغني وبتمثل واستعراض وما شاء الله محافظ على لياقتك. يعني انت ممكن تعمل عرض حلو. طبعا اقدر اعمل كده جدا واوعدك ان انا اللي هسعى ورا ده مش هستنى يجي لي كمان. كنت عايز نسلوك في ايه تاني وزنقك. يلا براحتك. انت قول لي قول لي. انا اكتر من كده هنودي الدنيا في داهيه. يعني هنطلع من الحلقه مقاطعين ناس كتير انا وانت. لا والله لا والله لا. يعني اصل بص اقول لك على حاجه. يعني مهم ان الناس تعرف. انت اتخانقت مع حد في قطاع عائلي طيب؟ عشان الناس بدات تتكلم ان حصل خلافات بينك وبين حد من المسلمين. لا خالص قطاع عائلي ابدا مفيش اي خلافات حصلت. لا والله. يعني كان في اشاعات بتتكلم عن مين؟ اميره هند ان انتوا حصل خلاف. لا اميره دي هما مكتوب كده في حاجات. والله 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 ده انت تخليني اكلمها. لا ده قديم ده الكلام ده وانتوا بتصوروا. ولا وانت رديت نفيت. يعني مش ممكن فيها تلاقي اخبار ان انت نفيت. ولا مره اسمعها منك. يعني اميره دي اول ما يعني انا عايز اقول لك ان زملائي دول كلهم اول بداياتهم كانت معايا. عارف طبعا. يعني ما هو انت قديم نجاتي. انت بتتكلمي في حسن عبدين وفريد شوقي. انا قاعد اسمع منك اسامي. لا شفتها على جوجل بس. انا اشتغلت مع شكري سرحان. انا تصدق دي؟ اه نجاتي انا بشتغل من سنه 2000. والله الاسامي دي بشوفها على جوجل بس يا بابا ما لحقتهمش. والله اشتغلت مع الاستاذ شكري سرحان مسلسل اسمه حكايات العم انديل اطفال. وانا طفل وبتاع. شكري سرحان والله العظيم فكره وجده شعره ابيض وجده عبد المنعم مدبولي. بص انا اشتغلت مع شكري سرحان وعبد المنعم مدبولي ونجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي واحمد زكي وميرفت امين ونور الشريف وحسن عبدين وفردوس عبد الحميد وقعد معايا ليه؟ انت ايه خلقت امين؟ يعني لا كمان تعال اقول لك انا اشتغلت مع عاطف الطيب، اشتغلت مع رضوان الكاشف، مع محمد خان، مع علاء كريم، مع محمد فاضل، مع مجدي ابو عميره. انا ناسي كتير. احمد صقر انا ناسي كتير. احمد طنطاوي انا ناسي كتير. طب انت ايه كل ده؟ يا نهار اسود. انت عايز ايه؟ يعني عايز تشتغل ايه تاني؟ لا مجدي الهواري. مجدي الهواري خلينا اتكلم شويه بقى عن مجدي الهواري. عشان انا مجدي الهواري ده كان بالنسبه لي مدرسه. انا اتعلمت التمثيل. عملت ابديت لنفسي في التمثيل من خلال مجدي الهواري. في ايه بقى؟ مجدي مخرج طباخ بيعرف يطبخ كويس قوي العمل. يعني ما تتفرج لمجدي الهواري على عيال حبيبه ولا عيال هربيه هتلاقيه شكل. تتفرج له على فيلم الوتر تلاقيه شكل تاني. في مخرج طول الوقت هو نفس الشكل مونوتون وعظيم ويبقى مخرج عظيم طبعا ومفيش كلام. ممكن نقول اسماء بس احنا مش عايزين ايه نصنف طبعا. لكن مجدي اتفرج له على عيال حبيبه ولا عيال هربت، اتفرج له على الوطن، اتفرج له على مزاج الخير، اتفرج له على حاجات كتير، واتفرج له على باشا الزوجه الرابعه، باشا تلميذ، الباشا تلميذ مختلف. هو كل عمل مختلف. ازاي بيعرف يعمل القماشات الجديده دي في كل عمل مجدي؟ هو فاهم خلطه النجاح ايه. لان هو كمان منتج. فهو من الناس اللي انا لو اشتغل معاهم طول عمري ما ازهقش. مبسوط بالقعده معاك يا نجاتي. يلا بعد اذنك.
مبسوط جدا بالحلقه والله. انا مش عايزين ناكل والله عشان بس بقنا ما يبقاش لا ايه. مبسوط بالحلقه والله حبيبي. ويا جماعه يعني نجاتي عازمني على فاكهه نورتنا وفي وشوشه في باميه جوه لا لا انا خلاص دي دايت بقى ده الناس مش هتقني بعدك نورتنا على قناه النهار نورتنا في وشوشه واحنا نورناك في بيتك ويا رب دايما ناجح. انت احمد من الصحفيين اللي احنا نعرف بعض من واحنا صغيرين كتير قوي كتير فعلا وانت عشرتنا كلنا وعارف كل واحد فينا عامل ازاي وانت ما شاء الله عليك يعني احنا بنشوف نجاحاتك زي ما انت بتشوف نجاحاتنا وانت بقيت نجم دلوقتي في في في, في الصحافه ونجم في الاعلام اتمنى لك يا رب دايما المزيد من النجاح من انت اهل كده اتبسطت جدا انا ما عملتش حوار صحفي انا يعني انا قاعد مع صاحبي وبنتكلم بس هو ايه قلص عليها شويه بس حلو ده مهم كل مره نبقى مع بعض في نجاح كده على طول يا رب ان شاء الله ان شاء الله.